السلام عليكم. محاضرتنا لمادة التكنولوجي الكورس الثاني، المحاضرة الأولى. طبعا طلاب لازم ناخذ فكرة على السيرج اند سويب بريشر. طبعا عادة يحدث السيرج بريشر عند دوران السترينج في البئر إضافة إلى الضغط الهيدروستاتيكي. أما السواب بريشر يحدث عند سحب السترينج من البئر ويسبب تأثيره على جدران البئر. الطلاب عندنا هنا ملاحظة مهمة إنه هذا يعني حسابات السيرج والسواب بريشر نستخدم عادات السابقة اللي خدناها بالكورس الأول من حيث نوع الجريان وحسب نوع الجريان اللي يصير المعارض. طبعا عندنا شغلة مهمة هنا اللي هي لازم احنا نتعرف عليها اللي هي حسابات السيرج والسواب بريشر كلش صعبة. فلذلك سنة 1961 العالم بانكهارت طور العلاقة بين الجيومتري للبئر، يعني شكل هندسة البئر وتأثيره وتأثر الفلوت بحركة الأنابيب. فعندنا العلاقة هنا اللي هي VC يساوي VM ناقص KVP. الـ VC هي Effective Annular Velocity أو الوحدات M مقطوف على سكند أو متر على سكند. الـ VM Map Velocity نفس الشيء بالنسبة للوحدات. وعندنا الـ VP اللي هو الـ Pipe Velocity اللي مقطوف على سكند أو متر على سكند. أما الـ K اللي هي هنا اللي هي كلامينج كونستانت. طبعا هذه الكلامينج هي دالة من انيولار جيومتري. طبعا ممكن اللي هو العالم نفسه خلى شارتات ممكن احنا نطلع القيم منها قيمة الكي لنحسب هاي العلاقة. ولكن اكو فد علاقة مهمة اللي هي ممكن تتعوض عن الشارت اللي نستخدمه اللي كي يساوي لنا 0.275 dB على dH زائد 0.25. طبعا هو ال dB هو outer diameter of pipe بالإنج أو بالمليمتر، وال dH هو hole diameter أيضا بالإنج أو المليمتر. عندنا علاقة أخرى ممكن كي بهاي الحالة نستخدمها حالة إذا كان عندي التيربلنت. طبعا هذه العلاقة الأولى اللي هي لللاملار فلو اللي هذا استخدم معاه. هذه هنا عندنا إذا كان عندي جريان التيربلنت، وهنا عندنا طبعا الـ VM حال إذا كان عندي البايب كلوزد إند يعني مغلقة، وهنا إذا كان أوبن الأوبن إند بايبس إذا كانت البايبات تكون مفتوحة. عندنا هنا المثال example 1 اللي هو calculate surge pressure generated by 10^4 inch casing string، يعني هذا string مال casing يعني مو مال drilling under the following conditions and predicate whether the total bore hole pressure will exceed the formation fracture. طبعا هنا راح يصير يكتب من عندك، طلع يكتب من عندك الحاله الاولى احسب منها الضغط اللي يكون نتيجه يعني سيرج بريشر طيب يعني بواسطه البايب او العشرة والثلاث ارباع اللي هو للكيسنج. كذلك يعني تنبا بالتوتال بور هول بريشر يعني الضغط البئر بيكون بهاي الحالة يتجاوز the formation fracture rate، يعني راح يتجاوز ان
تشكيل الكسر من درجة تشكيل الكسر. طبعا assume يعني نفرض that the K-shape is effectively closed، راح نستخدم حالة close with float show on laminar flow. طبعا جرينا راح صار عندنا laminar بالانيولارز. طبعا هنا مطلوب المعطيات الكيسنج ديب 6400 فوت، الفراكشر جريدنت اللي هي 0.82 بي اس اي على فوت، والهول دايمتر 14.4 انش، والمد ويت اللي هو 15.5 باوند بير جالون، بلاستيك فيسكوسيتي قياس فوق 30 كاب. عندك المنطقة اليلد بوينت اللي هو نفسه، قلنا اليلد بوينت اللي هي نفسها اللي تعني يعني الخضوع، نقطة الخضوع. طبعا مطيها 6 باون على 100 فوت تربيع، والبايت فيلوسيتي ناقص 110 فوت لكل تقريبا. طبعا هنا راح من الحل مالنا، طبعا كل شيء احنا اخذنا هالعلاقات، راح شو نطلع اول شيء ال في ام راح نطلعها، نطبق العلاقه مباشره حسب العلاقه اللي اخذناها احنا لل في ام اللي هي المد فيلوسيتي هذه العلاقه الموجوده مد فيلوسيتي تحصل ناقص 110 على 60 طبعا تحول لين هذه الدقيقه نحولها ثواني. الاقطار مالت التربيه بالنسبه لل السترنج مالت الكيسنج وهذا القطر الفول راح تطلع عندي بالضبط ال في ام صارنا 2.8 اوت على سكند. الكي طبعا حسب العلاقه ما دام عندنا الدرجه اللامينار راح نطبقها مباشره تطلع اللي هي 0.45، والبي فاكتور راح يساوي لنا هذا قيمة الكي تنطبق حسب العلاقة اللي اخذناها وراح تطلع عندي البي اي فاكتور اللي هي 1.25 فوت على سكند. هنا عندنا بالضبط راح نطبق علاقة اللي هي يقول ذا انيولار فلو بريشر لوز اكويجنت فور ذا لامينار فلو، فراح نطبق احنا لازم نطلع حسب ما ذكرناكم لازم نطبق العلاقات السابقه حتى نطلع اللوسز بالبريشر بالنسبه للانيولار اللي موجوده بحاله اللامينار فلو، فهذه علاقه نطبقها راح يطلع عندي 67 بي اس اي. ذا اكويفلنت مود ويت اللي هو نرمز له اي ام دبليو، بس شلون نطلع اللي هو المكافئ يصير وزن مكافئ للسائل الحفر البط. هاي الحالة طبعا هنا احنا عندنا معطيات شفناها وشيكناها اللي هي على ضوها راح نجي نشيك نقول ممكن هنا اللي هي هاي حالة ال 15.5 اللي هو مود ويت اللي هو بحالة الأدي هذا معناها يمكن باعتبار هنا ينجمع عندنا هو الهيدروستاتيك بريشر، فراح عندي هذا منطقة موجود الرو كأنما هذه الرو وهذه موجودة المنطقة اللي عفوا اللي هي منطقة الباوند بير جالون معناها يعني الرو اللي هو المود ويت. بهذه الحالة ما دام أنا لقيت هنا الضغط وعندي موجود هنا الديك موجود وهذه اللي هي تدرج الضغط، فاذا نطبق هذه العلاقه اللي موجوده اللي هي كانما هذه تصير البي اللي هي هاي البي والاتش اللي هو هذا الديك وهذه اللي هي 0.52 اللي هذا الموجود هذا الثابت، فراح نطلع كانما جمعنا رو مع رو فتطلع 15.7 اللي هي equivalent mod weight. نجي للحالة الثانية، the equivalent mod weight of the
فراكتشر جريدينت، يعني التدرج يصير بالضبط اللي هو الوزن المكافئ لتدرج الكسر بالنسبه للمد مالتنا. فيصير بهاي الحاله شو يصير؟ يصير عندي اطبق العلاقه اللي هي تصير بالضبط اني هذه منطيها بالسؤال مطيني اياها اللي هي 0.82 حسب هاي العلاقه. هذه هنا شرح انا مفصلها شلون احنا طلعنا هذه النتيجه. راح يصير عندي P على ال H اللي هي 0.82 اللي هو PSI على فوت. اذا هو هاي الحاله ضغط على لكل فوت مطيني اياها. بعدين انا اقول ال P اللي هو هذه العلاقه موجوده منها اللي هي P يساوي لنا نعرفها اللي هي 0.052 في رو في اتش اللي هو كنت الضغط نطلعها. فبعدين نطلع الرو راح شو تساوي لي؟ تساوي لي الضغط على اتش. وهكذا الى ان توصل لهذه الحاله انه هو الرو راح يساوي 0.82 على 0.052. فصير بهاي العلاقه بهذا الصيغه تصير تطلع القيمه 15.8 باوند بير جالون. ما بعدين نقارن احنا، فمن تصير عمليه مقارنه انه طلع هذا الضغط اللي هو الايكوفلنت مود ويت اوف ذا فراكشر جريدينت راح يصير اكبر من اللي هو الايكوفلنت مود ويت. فبهاي الحاله يكون عندنا ديفور ذا بوفر ويل بي سيف during running the casing at this depth. يعني في هذا العمق احنا عندما نشتغل الكيسينج عملية التغليف للبير يكون آمنة باعتبار هذا الضغط يكون أكثر اللي هو يكون بهاي الحالة الإيكوفلنت مود ويت أوف ذا فراكتشر جريدينت يكون أكبر من الإيكوفلنت مود ويت. فإذا يكون آمن وراح الشغل يصير سليم ما ينهدم عندنا جيران الفورميشن للبير. عندنا طلاب هذا المثال الثاني، هذا تقريبا نفس المثال القبلي ولكن احنا هنا عندنا اكو حسب المعطيات اكو تغير. لازم احنا لازم نعرف اي معادلات نطبق بهذه الحاله. فهذا مثال هوم وورك، طبعا هاي النتائج انا مخليها هنا حتى انتم تشيكون عليه. عندنا هنا موضوع اخر اللي هو باونس معناه طفو. The running fluid provide beneficial effect relative to the drain spring weight or hot load. إذا هذا بهذه الحالة عملية الطفو اللي هو سائل الحفر راح يوفر فائدة ل يعني لتقليل وزن السترينج وتقليل اللود على الهوك اللي هي الرافعة اللي ترفع السترينج. فدائما هو سائل الحفر راح يوفر لي فعملية طفو المن للسترينج حتى يساعد تقليل الوزن. طبعا التنسي فورسز اللي هي يعني قوى الطفو هي دالة علما للحجم والوزن للازاحه اللي تصير للفلويد داخل البير. اكو علاقه هنا موجوده اللي هي بي دبليو اللي هي باود ويت، يعني معناها الوزن المرفوع يساوي لنا اللي هو باونسي فاكتور اللي هو هذا مضروب بمن بالويت في بالهواء. يعني بالهواء بالضبط راح تطلع عندنا قيمه البي دبليو الباوند ويت. هنا عندنا علاقه اخرى اللي هي موجوده هنا اللي هي البي اف اللي هو الباونس فاكتور يساوي 1 ناقص رو ام على 65.5. طبعا هذه رو هنا مو بي، يعني هذه رو للمود اللي هو كثافة المود انت الباون على جالون. فوكر شيء اسمه كونستانت 65.5 density of the gallon of steel باعتبار احنا نتعامل مع ستيل اللي هي الكو كوبيت مالتنا اللي هي كوبيت اللي هي السترينج والهذا كله تكون كونه من كوبيت مالتنا كلها من ستيل من حديد. هنا عندنا في المثال هسه راح نحل على هذا الموضوع. For example a casing string will be run into wall that contains 11.6
7 pounds على جرام المايه. Assume the casing will be filled with mud as it is run. If the engineering uses a gap safety factor أو 50 يعني مثلنا جد استخدم يعني ال استخدم اللي هو safety factor اللي هو 2 والبي راح يصير هو جد على بالضبط 100,000 pounds their capacity ب satisfactory. فنجي هسه شو نقول هنا مثلنا هذا جد كيسك وايت مطين ياها الوزن اللي يعني البايب مال كيسنج اللي هو بالضبط 47 باوند لكل فوت. هذا المقابل ايش قد راح تصير الطول مالته اللي استخدمنا اللي هو السكشن ليت و35 يورو. راح تتغير عندي الكيسنج بالمراحل تبديل حسب كل مرحله هي راح قد يصير الطول مالتها يعني راح نضربها راح يصير عندي الطول النهائي هو 13,000 فوت. فالحل مالتنا the casing string weight in air is هالقد راح يصير عندنا نجي نضربها بالهواء مالتها قد تصير كل واحدة تنضرب بالمقابلها راح تطلع لي بالضبط ايش قد الوزن الكلي مال نجمعها ونطلع الوزن الكلي هالقد 644,000 باوند. هنا مثل ما الباونس يفكر للمال لل 11.5 الكثافه المال المود مالتنا فراح البيئه فشلنا 1 ناقص الراء حسب العلاقه تطلع قيمته 0.82 اللي هو الباونس يفكر. بعدها the المود ويت از برودكت اوف ذا باونس يفكر اون ذا سرينج ويت. نجي شو نسوي؟ نضربها حسب العلاقة الموجودة اللي هي هذه حسب هذه العلاقة هذه اللي تطلع عليها الباوند ويت. نضرب الباوند سيفكتر بجد الوزن مالته بالهواء اللي طلع لها قيمته هذا قيمته بالضبط راح نضرب 0.82 في 44,000 طلع هذه بالضبط باوند اللي هو باوند ويت. الابلايد دكس سيفتي فاكتور اوف 2 فاستخدام الفاكتور ترى هذا راح الباوند ويت راح ينضرب في 2 باعتبار استخدمنا سيفتي فاكتور 2 فهو يكون اكبر من ال 100,000 اللي معطينا اياها. Therefore the direct load will be exceed the design calculated factor فاذا راح يكون ضمن الليمت the actual design value اسال فهذا الاكشوال احنا نطالع 2 هذا تقريبا قريب من 2 فهذا يطلع الاكسوال يقسم هذا على يطلع لي السيفتي فاكتور. هسه عندنا موضوع اخر اللي هو البيت بريشر دروب. طبعا الميجر بيرسنج اوف بيرسنج اوف نورمال سيركيوليتنج بريشر از دوست باي ذا تاكل بثرو ذا نوزل وين ذا جيت بيت ار يوز. عادة عملية الحفر احنا اكثر شيء يصير عندنا دروب او يصير عندنا لوسز يصير عندنا لوست بالبريشر هو عن طريق الجتات الموجوده النوزلز الموجوده براس الحفر. فهنا عندنا بعض يعني راح نحسب هذه الضغوط شلون تصير اللوسز مالتها. فالبيت بريشر دروب از كالكوليت از انخفاض الضغط بالبيت اللي هو براس الحفر هو كالاتي البي بيت يساوي لنا رو بي ان سكوير على هذا الثابت. طبعا البي ان ممكن احنا نفس العلاقه راح تصير بسيطه. البي ان هي نوزل فيلوسيتي نوزل فيلوسيتي ممكن نحسبها من هذه العلاقه البي ان يساوي سي دي تحت الجذر وهكذا. طبعا هنا عندنا اكو من العمليه ممكن انا السي دي اطلع عنها العمليه باي فيلوسيتي ذا نوزل ايكوال تو ذا. فعندنا اساسا احنا عندنا الفيلوسيتي يساوي لنا الكيو تدفق على الاريا يطلع عندي الفيلوسيتي. فممكن احنا بعدين نحولها هذه العلاقه اللي هذه نفسها نحول هذه الى الكومن فيلد يونتس وحدات يعني الحقول اللي احنا نستخدمها في حاله الفوت وهكذا. فالاي تي هي توتال نوزل اريا بالانج سكوير اللي هي هذه في البي ام
الكيو هو الفلو ريت قالون على مينت، والبي ان صار النازل فلوسي بفوت على سكند. بعدين شو نسوي؟ هذه نفس العلاقة اللي موجودة هذه هنا، احنا راح شو نسوي؟ راح نجي نحولها ونساويها اللي هي معناها السرعة اللي هي تساوي لنا هذه اللي هي نفس هاي البي ان هنا والبي ان هنا، نساوي هذا بهذا. راح بعدين يعني نطلع قد ممكن انا من طريقة طرفين وبسطين، المهم نحل هذه حتى شو نشتغل نطلع البي بي اللي هو ضغط البت يساوي لنا الكيو سكوير في الرو التربيع في الرو على السي دي تربيع، اي في مساحة تربيع وضربة في هذا ثابت هذا الرقم. طبعا اكو شغلة اخرى اللي هي هيدروليك هورس باور اللي هي اتش اتش بي اند امباكت فورس، وقوة الصدمة على الدبث على الـ على الـ على رأس الحفر ارز فلو. المهم هذه العلاقة احنا نطلع منها الهورس باور اللي هو نفس الضغط اللي هنا مالت البيت، نضرب الكيو بالتدفق على هذا الثابت راح يطلع عندي قيمة الهورس باور هيدروليك هورس باور. كذلك الاف اي اللي هو امباكت فورس راح هذا مضروب الثابت في السي دي في الكيو في الرو في البي بي للاسلوب يعني تحت الجذر. فاكو مثال هسه نحل عليه هذا الشيء. فا اكزامبل ويز ذا هيدروليك هورس باور اند امباكت فورس فور ذا فولوينج سيتس اوف كونديشنز. نعطي المد ويت 14.5 طن على جالون، الفلوريت 300 جالون على منت، جيت سايز 3 يعني عندنا ثلاث نوزلات، هذه السايز مالتها اللي هو 12×32 انش لكل جد. هسه نجي هنا عمليه الحل اول ديترمين ذا نوزل اريا اللي هو اي تي، شلون نحلها؟ الاي تي راح تصير 3 باعتبار هي 3 عندي هذه 3 نوزلات في باي على 4 في دي سكوير. هلا بهالطريقه راح يطلع عندي المساحه بالضبط الاي تي 0.331 انش سكوير. كالكوليت البي بي اللي هو ضغط البت اللي هو بت بريشر، راح نستخدم هاي العلاقه اللي احنا اتفقناها، الكيو موجوده والرو عندي والسي دي موجوده والاي تي طلعناها، ممكن طلع عندي الضغط يطلع 1097 بي اس اي. هنا كالكوليت ذا هيدروليك هورس باور اكسباند على البت اللي هي الهورس باور الموجوده، فال راح هو يصير ضغط البيت مضروب الكيو على 1700 حسب العلاقة، فتطلع عندي بالضبط 192 هورس باور. ذا هيدروليك امباكت فورس از كومبيوت حسبه من هاي العلاقة اللي هو اللي هو الاف اي اللي هو امباكت فورس قوة الصدمة على البيت. فالأول مجرد تعويض هنا اللي هو سي بي 0.95 وهكذا تطلع عندي بالضبط ايش قد هي القوة اللي صارت عليها اللي هي 654 باون. الى هنا ينتهي الدرس. شكرا لإصغائكم ونلتقي في المحاضرة القادمة ان شاء الله.